وما قولكم، هكذا يقول السائل، يا فضيلة الشيخ، في إمام يميل في الصلاة عن يمينه كثيرا أو ينحرف برأسه ليصل صوته إلى مكبر الصوت، وآخر يمد في التكبيرات جدا فيبدأ الناس في الحركة بعده ولكنهم يسبقونه قبل أن ينتهي منها؟ كل هذه الملاحظات هل لها أثر على الصلاة، خاصة إذا بذلنا النصح للإمام ولم ينتهي منها، فهل يلزمنا الاستمرار معه؟ هذه ملاحظات صحيحة ووجيهة. فالالتفات في الصلاة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه اختلاس من الشيطان، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، فالمصلي لا يلتفت. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: إن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فالالتفات الصلاة بالوجه هذا مكروه، أما الالتفات بالبدن بأن ينحرف عن القبلة من غير عذر شرعي فهذا يبطلها. وكذلك من الالتفات المكروه الالتفات إلى الميكروفون، وهذه ظاهرة في بعض المصلين وهي عن جهل، فلا ينبغي أن يميل رأسه ويلتفت إلى مكبر الصوت، بل يعتدل إلى القبلة ومكبر الصوت يلتقط ولو كان بعيدا نسبيا عنه، أو بإمكانه أن يتخذ مكبر للصوت من ما يوضع في الجيب أو في الثياب من المكبرات اللقائط الصغيرة، وهذا يفعله بعض الأئمة وهو موجود وهذا شيء طيب. أما أن يلتفت إلى مكبر الصوت بوجهه وقت القراءة فهذه ظاهرة سيئة وفعل مكروه، فعل مكروه في الصلاة. نعم. والمأمومون ما حالهم؟ صلاتهم صحيحة وصلاة الإمام صحيحة لكن مع الكراهة. نعم. بارك الله فيكم.